انتوا بتقولوا الميدو ايه؟ بابي ولا بابا ولا دادي ولا بتقولوا ايه؟ بنقول له ميدو. ميدو مفيش بابا ولا اي حاجه؟ مفيش. لا بنقول ماما ماما ميدو. اه طبعا ماما لها احترام. ميدو ميدو كلكم كده؟ طب ولا واحد يعني ولا مره قال لكم لا قولوا لي يعني حاجه؟ لا بالعكس هو عايزني نقول له ميدو. هو طب وده انت معجب بده ولا لا عايز نفسك يبقى عندك بقى تقول بابا؟ ما بحبش اقول بابا. ما بتحبش؟ هو الفرق بيني وبين علي 21 سنه. انا عندي اصحابي معظمهم فرق بيني وبينهم 20 سنه. حلو 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 يبقى مفيش فرق كبير. طب قولوا لي بقى ميدو كان يعني هو في الفتره اللي تخن فيها كنتوا متضايقين ان هو تخين ولا مش ولا على بالكم هو لطيف وخلاص؟ لا هو كان يعني هو تخين كان معظم الوقت يبقى نايم. كان نايم وهو تخين فعلا؟ ايوه كان كانش بينزل معانا كانش يعني كان يعني هو كان بينزل معانا بس مش زي مش زي دلوقتي يعني مش بيتكلم معانا ما عندوش نشاط يعني. كان بينام كتير. اه طب هو كده بقى احلى ولا كده بقى احلى؟ انا هنا ما سمعتش. قول لي لما كان تخين كنت موقفك انت ايه؟ لما كان تخين يعني ما كانش بيبطل اكل خالص. بتتكلم بجد؟ ميدو انت فضحت يا ميدو. خلي بالك ده العائل بتاعنا. ده العائل. اه ده برج الجوزاء. ده الجوزاء ده هيجنن البنات لما يكبر بقى هنعمل ايه؟ ايوه ما كانش بيبطل اكل يعني كان ممكن يتغدى 3 مرات في اليوم. بيتغدى 3 مرات. وانت عادي انت كنت اكلت مره وهو ياكل 3 عادي؟ ايوه. انت كنت بتستغرب ولا لا مش مستغرب؟ لا كنت مستغرب ازاي بياكل قد كده يعني مش بعش. طيب الحياه فرقت معاك ازاي لما انت خسيت يا ميدو نفسيا وعمليا؟ نفسيا كل حاجه يعني بجد فعلا التخن وحش جدا مرض. بقيت الاماكن اللي انا كنت بروحها قبل كده بقيت اروحها تاني. خلي بالك الواحد وهو تخين مش عايز يظهر كتير عشان كده بينام كتير. لا مش عايز يظهر، عايز يخرج بقى لسه هيلبس ويشوف هيلبس ايه. مفيش لبس تلبسي يعني. حتى انا طبيعتي طول عمري ان انا بحب ان انا قبل ما انزل ان انا اتشيك وابقى لابس لبس حلو. انا بحب اخد بالي من نفسي. الواحد وهو تخين خلاص مفيش حاجه تلبسها كده كده. انت خلاص عندك طقمين ثلاثه بتغير فيهم، بدلتين ثلاثه للاستوديوهات، واحده سوداء واحده رمادي بتغير عليها قمصان عشان خاطر الناس ما تاخدش بالها بس انت لابس نفس البدل. لكن الحقيقه انا كنت لابس نفس البدل. بجد الناس مش تاخد بالها لكن انا بغير الكرافتات والقمصان عشان الناس ما تاخدش بالها، لكن بلبس بدلتين ثلاثه لان خلاص انا ما يعني الانترست بتاع الواحد يبقى شكله كويس كده كده. مهما لبست شكلي مش هيبقى كويس، هيبقى شكلي اوكي المقبول عشان شغلتي. حاول بقى تداري بشكل معين قعدتك مش عارف ايه. دلوقتي الامور مختلفه.